تسبح ما شاء الله. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا مجددا الى الرياض مباشره، ومعنا البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي. مساء الخير ابو علي. مساء الخير. قبل اي شيء لازم نطمع على صحه عبد الله. عبد الاله. عبد الاله، طمنا على صحه ابنك عبد الاله يا ابو علي. في البداية مساء الخير لك علي، مساء الخير لك علا، مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين أيضا. ابني بخير ولله الحمد، يرفل بنعم الله وفضله ويشكر كل من دعا له أو وقف له بأي صورة أو بأي شكل. تحياتي للجميع وشكري وتقديري لهم. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله، الحمد لله. الله يتمم بالصحة إن شاء الله على وعلى أخوانه يا رب. إذا الشراء والاقتناء رغبة وحاجة، في جوهرها نعمة وقد تتحول لنقمة إن أساء البعض استخدامها. إيش رأيك؟ طبعا هي ثقافة قد يوظفها البعض لتلبية احتياجاته وتكملة طبعا متطلباته، وقد يستغلها البعض فتشكل نتيجة عكسية وتصبح أحد أهم الضغوط الخارجية والتي قد تؤثر على مزاجه وتعايشه الإيجابي مع متطلبات الحياة. صحيح. اليوم موضوعنا سيكون عن نفسية المستهلك. في البداية دكتور طارق، برؤية نفسية لماذا يميل الإنسان للاستهلاك؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان حينما يقبل على الشراء أو الاستهلاك ليس بالضرورة دائما أنه يميل إلى الشراء أو الاستهلاك. هناك محددات ومفسرات نفسية في بعض الأحيان قد تفسر ذلك السلوك. من هذه المفسرات أحيانا وجود مرض نفسي. نعم، بعض الأمراض النفسية ما يسمى بهوس الشراء قد يصاب به بعض الناس، لكن ليس كل من يقبل على الشراء هو عنده هذا المرض، وإنما هي حالة نادرة. لكني بدأت بالنادر لأنه أحيانا قد نغفل عن ذلك النادر وقد يدمر الحياة الأسرية والزواجية. أحيانا الفراغ الشديد مع القدرة المالية العالية تجعل ذلك الإنسان يبحث عن حيز اجتماعي له، فيستخدم المادة للشراء لا رغبة في الشراء، وإنما لتحديد مكان في الخارطة الاجتماعية بين رفاقه ذلك الإنسان. أحيانا لا، هي رغبة في التميز، فأنا أشتري لكي أتميز عن غيري وليس فقط لتحديد مساحة اجتماعية. أنا لي مساحة اجتماعية الجيدة ربما الممتازة، لكن أريد شيئا من التميز فألجأ إلى الشراء وتكرار الشراء لذلك الشيء. أحيانا لا، ربما تغيير نمط الحياة. أنا رجل بلغت 40 من عمري وجاءتني أزمة منتصف العمر، ولذلك أدرك ما فاتني من حياتي، فأدخل بما يسمى مراهق 50 أو غيره، وأقبل على الشراء لا لذات الشراء وإنما رغبة في تغيير نمط حياتي. ولذلك يجب أن نفطن أحيانا أن يكون هناك خلفيات نفسية كان لزاما علينا أن نتجه إليها بالتوجيه، وليس إلى الشراء أن نتجه بالوعظ والتذكير أنك مسرف وغيره. في الشراء المرأة أكثر من الرجل، ليس لأن المرأة أسوأ من الرجل، بل لأن المرأة هي المسؤولة عن المنزل، هي المسؤولة عن تدبيره، أعني بالشراء المعتاد. المرأة في بنيتها النفسية تتعامل مع المال، لماذا؟ للاستفادة منه أيضا للمتعة، لكن في سيكولوجية الرجل المال هو للإدخار أكثر من أي شيء آخر. طيب يعني هل هذا الحديث يعني ممكن نستشف منه يعني أهم العوامل المؤثرة على قرار الاستهلاك؟ نعم، هناك عوامل داخلية في نفس الإنسان وهناك عوامل خارجية. تلك العوامل الخارجية التي تأتي من الميديا المحيطة بذلك الإنسان. هذا الإنسان هناك عوامل محفزة حوله، شركات الدعاية والإعلان وغيرها. هناك عوامل اجتماعية، هذه العوامل الاجتماعية التي يوجد فيها ذلك الإنسان، المسوقين الذين يعرض لهم، المجلات التي يطلع عليها ذلك الإنسان. هناك الجماعات المرجعية وهذه من العوامل الخارجية. نعم، لي أصدقاء معينين هم ثقة عندي في النظر، ولذلك هم مرجعيين لي في النظر والتأمل، فقد أشتري ما يقول أولئك الأفراد. هناك أيضا البعد الأسري، إذا كنت من أسر مهووسة بالشراء سأشتري، من أسر تميل إلى التخطيط للشراء ربما أكون مخططا. هذه آثار خارجية أو عفوا عوامل خارجية.
لكن في نظري أن العوامل الأساسية هي العوامل الداخلية. أنا في بنيتي أيها الإنسان، ما سماتي الشخصية؟ بعض الناس عنده إشكال في السمات الشخصية، أن الشخصية الغير الواثقة المطمئنة، ولذلك ربما يحاكي غيره لأنه لا يستطيع أن ينطق نفسه. واحد من العوامل الأخرى في البعد الشخصي في الإنسان هي نظرية التعلم، أنه تعلم شراء شيء معين وارتاح مع ذلك الشيء فيستمر في شرائه ولا يلجأ إلى التجديد لربما شيئا من سمات شخصيته الوسواسية الدقيقة التي لا تعطيه المرونة الكافية. أحيانا هناك الدوافع التي تكلم عنها ماسلو، وأرقى هذه الدوافع هي إشباع الذات التي يشعر بها الإنسان، حاجة إشباع الذات، أن أشبع ذاتي، حاجاتي الذاتية أنا المعنوية أنا أيها الإنسان. من الأشياء أيضا البعد السلبي أو الإيجابي في طريقة التفكير عند الإنسان، فبهذا البعد ربما يتجه إلى الشراء وربما يعزف عن الشراء ذلك الإنسان. طيب دكتور، يعني لعل الشارع الآن يتكلم عن بعض الأزمات الحاصلة وآخرها وهي أزمة الدجاج، الكل يتكلم على أنه هل يحق لهم رفع أسعار الدجاج أو يحق لهم المغالاة على المستهلكين وما إلى ذلك. هنالك من الناس من يكون مهووس بالشراء لدرجة كبيرة، هل هذا مرض نفسي؟ يعني مثلا إذا طبقنا هذه النقطة وهذا المحور على ما يحصل الآن في أزمة الدجاج، هل أنا مثلا مجبر أني لازم أكل دجاج؟ يعني إذا ما أكل دجاج ممكن أموت؟ تعود أشياء ثانية. أنا لست مختصا بالتغذية عن جد لسه بجاول أنا أشهد عليك، بنحول نباتيين إذا هي حديث عن التغذية. لا لا أبو علي، أنا بس أساس أحدد النقطة أنا أقصد نفسية المستهلكين. أوكي، إذا أنه والله إذا أنا ما بستهلك هالشيء هذا نفسيا، إذا ما بستهلكه يعني معناتها خلصت الدنيا، بصير يحبوا بزيادة هلأ عشان المقاطعة. أيوة. لا أعتقد ما صار في أزمة الدجاج، ربما السؤال له شقين، شق يتعلق بهوس الشراء وشق يتعلق بما صار بردة فعل الناس فيما شأن الدجاج. شأن الدجاج ردة الفعل هي ردة منطقية لأنه اعتادوا سعرا معينا فتغير ذلك السعر في بلد فيه الخير وفيه العطاء والنماء ومدعوم، لكن من بعد النفسي لماذا أيضا هذا الرف ومدعوم لله الحمد، لكن بعد النفسي لماذا ذلك الشيء؟ الإنسان يحدث عنده بعثرة نفسية حينما يتغير الرتم الحياتي الذي اعتاده ذلك الإنسان. حتى لو تغير الرتم إلى خير فضلا عن حالة الدجاج هذا، لربما اضطرب بعض الناس، وإذا تجد أناسا يعارضون حتى المقترحات الاجتماعية الجيدة. لماذا؟ لأنها تتغير عندهم الرتم المعتاد، فهم يحاكون الأشياء المستجدة إلى ما اعتادوه لا إلى الصواب والخطأ. أما فيما يتعلق في الجزء الثاني من السؤال، هوس الشراء هل هو مرض نفسي كأني فهمت ذلك الشيء؟ نعم هناك حالات نفسية وهي نادرة، لكي لا يتجه كل رجل لزوجته أنت عندك المرض اللي تكلموا عنه في NBC في أسبوع، هي حالة نادرة تصيب 80% إذا جئنا إلى مجموعة هؤلاء اللي تصيب مهم 8 نساء مقابل 2 من الرجال، رغم ندرة هذه الحالة لكن هي أكثر في النساء أكثر من الرجال كحالة مرضية. ما أعراض هذا المرض؟ تجد هذا الإنسان يقبل على الشراء إقبالا كبيرا، يجعل أكثر أمواله في مسائل الشراء، تتكدس المشتريات داخل ذلك المنزل من غير المهمات عند ذلك الإنسان، يلجأ إلى الكذب لكي يبرر لذلك الشراء ويستغل كل شيء يضغط عليه. هي حالة ليست وسواسا قهريا وإنما حالة اضطراب من اضطرابات التحكم شبيهة بالوسواس القهري. يمر الإنسان فيها في 3 مراحل. المرحلة الأولى هي شعور ضاغط بالشراء، شعور ملح بالشراء، ثم ينتقل للمرحلة الثانية لحظة الشراء، شعور من النشوة العظيمة لحظة الشراء، ثم ينتقل للمرحلة الثالثة وهي الشعور بالذنب، لماذا فعلت ذلك الشيء؟ لماذا قدمتها شراء هذه الأمور الغير مهمة على حاجات أولادي الأساسية، لأنه يعاني من حالة مرضية. هذه الحالة في تفسيرها هناك تفسيرات علمية عديدة، من التفسيرات تغير في تركيز مادة السيروتونين في الجسم انخفاضا، ولذلك نلجأ
ملجأ لإعطاء مادة السيروتونين هذا في عقاقير طبية. هناك تفسيرات لجانب الطفولة، أن يكون محروما عاطفيا في الطفولة، ولذلك تلك الفتاة تتزوج من رجل ثري تلجأ إلى الشراء الكثير، ليس لأنها تبعثر ذلك المال، لا، بل لأنها كانت محرومة في طفولتها، ليس من المال بل من الحلال أحيانا، فتلجأ إلى الشراء كعملية معاوضة، فهي عملية معاوضة لحاجات لا شعور عندها. أحيانا نقص الذات لكي يحقق ذاتي على أرض الواقع، أحيانا شعور بالنقص عند ذلك الناس، الإنسان شعور عام بالنقص يحققه من خلال الشراء. العلاج النفسي يتجه إلى الدواء في الحالات الشديدة، أما الحالات غير الشديدة نتجه إلى الخبرات اللاواعية عند ذلك الإنسان فنعالجها فتخف حدة الشراء. لما حكيت على الموضوع النفسي بالشراء بتوجه لك محور ثاني، ذكرتني يعني احنا طب كل البنات بيحبوا يشتروا، ما في بنت ما بتحب تعمل شوبينج وتتسوى، يعني عندنا مشاكل نفسية دكتور؟